النادي الاهلي قبل ما اطلع الفاصل بقى في اجتماعه الاخير عمل حاجتين قنبلتين. فاكرين نقول حاجه ايجابيه بقى قبل ما نقول القنبله الثانيه السلبيه. فاكرين لما قلت لكم ده الاهلي يستحق رعايه 10 مليار جنيه؟ فاكرين القصه دي ولا مش فاكرين؟ الاهلي اعلن ميزانيته في العام المالي الاخير كام يا ابني؟ 3 مليار و87 مليون جنيه في سنه. ميزانيته 3 مليار يعني حجم الايراد بتاع هذا العام 3 مليار و87 مليون جنيه، حجم المصروف شيل من دول 150 مليون. يعني حوالي 2 مليار مثلا يعني و930 مليون. لان البيان بيقول لك ايه؟ اعتمد مجلس الاداره في اجتماع الذي جرى اليوم اكبر ميزانيه في تاريخ النادي، في تاريخ كل الهيئات الرياضيه المصريه. مش في تاريخ النادي الاهلي. حيث في التاريخ يعني ما فيش هيئه مصريه رياضيه ميزانيتها كده. حيث بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت صافي ربح قدره 149 مليون و853 الف جنيه. قام المهندس خالد مرتجي امين الصندوق بعرض الميزانيه وارقام على مجلس الاداره بعد اعتمادها من مراقب الحسابات. تلك الميزانيه التي عكست جهودا كبيره لمجلس الاداره والقائمين على الملف المالي والنجاح في تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الإيرادات بما يتواكب مع حجم الإنفاقات الكبيرة على النادي وفروعه الأربعة وكافة فرقه الرياضية في اللعبات المختلفة. ماشي. توجيه الشكر لإدارة النادي الأهلي على هذه الميزانية الجبارة. بس هي جبارة لغاية إمتى؟ لغاية الأسبوع اللي فات. اللي جاي أصعب ومجهود لازم يبقى أكبر وأعلى من كده بكتير، وأنا بقول لكم أهو. وتقولوا شبانه قال خلال 3 4 سنين رعايه الاهلي هتقفز ل 10 مليار وهتشوفوا. وانا ما بقول كده مش بهزر. ولما قلت مره الناس اصل بتاخد الكلام ده هزار، اصل شفت شبانه بيقول لك 10 مليار. اصل شبانه قال الاهلي شعبيته اكتر من مانشستر سيتي. انا ما قلتش الاهلي الناس عارفاه في العالم اكتر من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي الناس عارفاه، ده بطل الدوري الانجليزي كام سنه. لو رحت لاي حد في الهند يعرف مانشستر سيتي طبعا، بس ما بيشجعش مانشستر سيتي. اللي بيشجعه الاهلي اكتر من اللي بيشجعه مانشستر سيتي، كان هذا القصد. الاهلي رقم 5 في التفاعل على الفيسبوك، مش انا اللي بقول ده، الفيسبوك اللي بيقول، انا ماليش دعوه. فعشان كده شعبيته جارفه. فلما تبقى ميزانيته في سنه واحده 3 مليار جنيه، يبقى في الاربع سنين مفترض يبقى 12 مليار جنيه، فلازم رعايته تكون على الاقل 10 مليار. جيت لكم هنا من 3 4 اسابيع وقلت لكم خبر كل الناس بتتكلم اخر 48 ساعه فيه، بما فيه اعضاء مجلس اداره الاهلي محمد سراج، والناس عماله تعمل تويتات وبوستات والجرح، وكل الناس فرحانه جدا بالبدء في خطوات بناء استاد النادي الاهلي ورعايه النادي الاهلي. هوريكم الاول، مش فاكر من قد ايه يا جماعه، 3 4 اسابيع حاجه كده. خلينا نشوف انا قلت ايه وقتها، يعني عشان انا مش فاكر. فكروني الاول كان امتى عشان الناس بس اقول لها، لانه الموضوع ده انا قلته من 3 4 اسابيع وطلع برضو بعض الناس يقول لك وشفته لسه، بس اخر 48 ساعه الناس بتتكلم في استاد الاهلي. اصله جايبين راعي من المانيا وايه هيدفع 6 مليار جنيه. انا شايفه على فكره رقم قليل. هتقول لي انت ثقيل؟ لا مش ثقيل. 6 مليار في 20 سنة يعني 250 مليون دولار، يعني في السنة كام؟ في السنة الواحدة كام؟ 12.5 مليون دولار، صح؟ ما 250 مليون دولار في ال 20 سنة، يعني في السنة الواحدة 12.5 مليون دولار. خلينا الأول أوريكم من شهر تقريبا أنا قلت إيه وأرجع تاني. لكن في موضوع عرفت كده ان هو بيقترب من التنفيذ، وده يعني هحطه أولوية مش عشان جماهيريته بقدر ما هو نقطة تحول كبيرة جدا في الأندية الجماهيرية، وهو اقتراب إعلان النادي الأهلي على إنشاء الاستاد الخاص بيه
او البدء في الانشاء. والاهلي اعلن قبل كده وحط حجر اساس وعمل حاجه لطيفه جدا في الشيخ زايد في المقر بتاعه. لكن الاهلي في طريقه للتعاقد مع الشركات اللي هتنشئ رسميا الاستاد بتاعه، استاد الكره بتاعه، وده هيبقى في الشيخ زايد، وده هتبقى نقطه تحول للانديه الجماهيريه. سيبك من الصراعات الجماهيريه الاهلي والزمالك والبطولات والنقاط والحركات في حاجات ما ينفعش يقودها الا الاهلي، ولازم كلنا نعترف بكده. بعيد بقى عن كونك اهلاوي، كونك زملكاوي، كونك اسماعيلاوي، كونك مصراوي، كونك اتحاداوي، محلاوي، منصوراوي، اي حاجه من الانديه الجماهيريه، لكن في حاجات ما ينفعش يقودها الا قاطره الاهلي، لانه عنده نوع من السعي الدائم للتطور والتقدم. ويمكن الاهلي انشغل بتفاصيل كتير وحواديت صغيره كتير في السنتين الاخرانيين، وانا بقولها على الهوا علنا، الاهلي اتجرجر لتفاصيل صغيره كتير نالت منه واخرته الحقيقه عن افكاره بعيد عن مين في اداره الاهلي. مش ده الموضوع على فكره، اللي انا قلته ده اللي كتبه محمد سراج النهارده في البوست بتاعه، ان احنا كنا اخر سنتين بنتجرجر لحاجات كتير. لا مش ده الموضوع. اذا كنت عايز تشتغل للبلد بجد بجد، لازم كل واحد مسؤول عن المؤسسه الرياضيه بتاعته، خصوصا الجماهيريه، او اقصد الجماهيريه مش خصوصا، على انها تتحول من كيان رياضي مستهلك لكيان رياضي منتج، اي مؤسسه اقتصاديه قويه. ولما اقول ان الاهلي قاطره مش بجامل الاهلي، انا بلفت النظر للواقع، ومش عيب على فكره، وان الاهلي يعمل تجربه فتنجح فالانديه التانية تعمل نفس التجربه فيبقى نجاحها مضمون، لان الذي غامر هو الاهلي، فهو غامر بجماهيريته وعنده جماهيريه كبيره وعنده قدره على انه يجيب رعايات كبيره وعنده هذه القدره، فلما يعمل ده يشجع الرعاه او الناس انها تعمل ده مع انديه اخرى.